بالطبع تعثر إيجاد موازنة عامة للدولة منذ عام 2015 والمشي على منوال ميزانية 2014 وخاصة في بند الأجور والرواتب، هذا واضح، فشل واضح في إدارة الدولة، يعني واضح أن عندنا فشل واضح من الدولة، هذا فاشلة، كل حكومات متعاقبة فاشلة. الآن نحن دخلنا في الربع الأول والحد الآن حسب ما قاله الأخ قبلي أن أصدر قرار بإعداد الميزانية، نحن كملنا الآن شهر 3 داخلين على، ولحد الآن الربع الأول من السنة 2022 مار ولا ميزانية ولا شيء. لذلك الترانسبيرنسي أو الشفافية أو لهذا في موارد الدولة غائبة عن المواطن اللي داخل. نحن في الداخل نشعر مثل الحكومة وعدت بصرف بعامل تسويات أو علاوات، لحد اليوم والليلة المواطن لم يستلم أو الموظف أي علاوة، والغلاء الفاحش يستمر في البلاد. يعني حتى استقرار العملة الوطنية اليوم سعرها تقريبا 1130 دولار. نعم. بمعنى في موارد الدولة، في فشل اقتصادي واضح موجود في موارد الدولة، في تسرب في موارد الدولة، في فساد موجود، في تخ...